خلاص يا جماعه دلوقتي عايزه اقول لكم انه احنا في غداء عائلي والماتش المفروض انه هيبدا بعد شويه. فطبعا احنا مقسمين في زملكاويه وفي اهلاويه، وللاسف الشديد يعني هو بابا حبيبي وحبيب قلبي متعصب، هو زملكاوي متعصب جدا، واخويا شريف تعالى هنا كده عشان ايه، ده اخويا شريف اهلاوي اهلاوي بس مش متعصب. لا مش متعصب خالص. ودانيا حبيبه ابني. انت ايه؟ زملكاويه ولا اهلاويه؟ دي في البطاطس. ماما انت ايه يا ماما؟ انت ايه؟ زملكاويه. زملكاويه. خايفه منه. والله خايفه منه. طب يا جماعه انا كمان بصراحه خايفه من بابا، وبعترف ان انا عيله وبخاف من بابايا جدا، ومش حابه ان انا ازعله النهارده، وهشجع لاول مره في حياتي يعني مكرها يعني مضطر الواحد انه بالاكراه يشجع الزمالك. بس انا اهلاوية. بابا 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 مش عايزين عصبية، اعتبر ان الزمالك هيتغلب بس عشان ما تتضايقش من دلوقت. طب انا قلت من الاول بجد. هو عارف يا حبيب قلبي والله. لا هشجع مع الزمالك، هشجع مع الزمالك. حب الاهلي يغلب.